شخصيا كنت محظوظا جدا لأنني تربيت في حقل الصحافة على ثلاثي ينظر أن يحظى به صحفي آخر. أنا تربيت في مجال الصحافة على أيادي عبد الكريم غلاب، محمد العربي المساري، وعبد الجبار السحيم، وبالتالي لنا ذكريات كثيرة حلوة ومرة جميلة وغير ذلك، ولكنها أقول بكل اعتزاز وبكل افتخار لم تنفعني شهادة الصحافة الجامعية التي حصلت عليها من خارج المغرب بقدر ما انتفعت من ممارسة مهنة الصحافة تحت ظل هذه الشجرة الوراقة التي كانت تضم ثلاث أغصان كبيرة جدا وجذور كبيرة جدا، هي عبد الكريم غلاب وعبد الجبار السحيمي ومحمد العربي المساري. يستحيل أن تميز أن يكون لك انطباع لمؤلف عبد الكريم غلاب دون آخر. حينما تقرأ المعلم علي مختلف تماما عن فن الماضي. المعلم علي هي إنتاج أدبي للدفاع عن التنقيب والنقابة والحياة النقابية، في حين أن فن الماضي له بعد آخر يكاد يكون تربويا وفلسفيا.